يلا 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 هذا الكابل اهوت يا شباب اهو. عايزين دلوقتي ناخد الريب فيرجن ريب ان جي الريب اللي بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6. يا نهار ابيض الراوتر فيه جيجا لانه 2900 احنا جايبين راوترات 2000 كام 911 اهو شايف الروقان جيجا اهو شايفين الروقان يا شباب تمام تمام. لا لا انا بتكلمش على الراوتر انا بتكلم على السويتش في سويتش 4560 لا ده ده تلاقيه في عشرايه كده ولا حاجه تمام. هنركب له سيريال لان ما فيهوش سيريال اهو شايف حتى ظهره عامل ازاي غير التاني خالص تمام اهو ده احنا جايبين منه دفعه قريب حاجه لايقه خالص يعني ادي السيريال اهو حاجه كده سريعه خالص تك وشغل الباور بتاعه ونروح هنا نركب سيريال برضو حتى ظهره ايه مختلف عن التاني تماما يعني تمام لان ده 2900 اهو اهو وبعدين دوت برضو ايه نوقف الباور بتاعه اهو اهو وبعدين هنركب اهو ادي السيريال بعدين كمان سيريال السلام حلو كده اهو وبعدين هنحط بقى ايه ايباد فيرجن 6 حلو فانا هحط عاوز ابيت انا عملت كويس يعني مثلا انا بعمل كويس بدل المنظر وطبقت مثلا وسيفت كل حاجه من ده عايز ابيع خالص تلاحق كلها خالص اه بمنتهى البساطه كده تيجي تقول له ده اهو لو عايز تلغي لو عايز تلغي كل الكوماندات اللي انكتبت انيبل رايت اريز يا معلم كده طير كل الايه اللي في الان في رام بقول لك ايه لما قلت له رايت اريز قال لك اريزنج ان في رام فايل سيستم والريموف اور كونفيجريشن فايل انت متاكد انت متاكد ولا انت مجنون تمام رايت ايه ريز او كنا زمان بنعمل كده ريز ستارت اب كونفيج امسح كل الستارت اب كونفيج تمام بس خد بالك الكونفيجريشن لسه موجود في الرام يعني انا دلوقتي ايه لو انا مثلا قلت ايه كونفيجر تيرمينال ورحت اعمل هوست نيم كايرو حلو وسيفت ورحت عامل ايه ريستارت الراوتر فتح الراوتر اهو ريستارت الراوتر يعني ايه ريلود كوماند اسمه ريلود ماشي لما تلاقيني بكتب بسرعه والنبي بوقفنا مصطفى والنبي ماشي ريلود عشان بنسى انا عايزك كمان حاجه ثانيه عايزك تكفر يا واد ما قلتش ليه لما قلتش ليه يا واد كنا غيرنا اللون بتاع الماوس فين 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 ماوس فين فين يا واد هذا البوينتر اهو يجيب يعني حاجه كده كبيره كده فين الحجم كان بيجي من هنا كان بيجي من هنا الحجم يا ابني ايوه كمان كان في لون في لون والله في لون هيجي هيجي حالا ها الاسمر ده طيب تمام ايش جر الاسمر ده اهو حلو ده حلو فلما فتحت الراوتر لقيت كلمه كايرو طب انا عايز امسح انيبل واعمل اريز ستارت اب كونفيج بس انا كده يا معلم مسحت مين لان في رام انما هو كان حمل خلاص الكونفيجريشن حطها في الرام
فانت لو ما خزنتش وعملت ريلود دلوقتي هيفتح على الابيض بقى خلاص كل حاجه اتمسحت. انما لو خزنت هترجع تاني اللي انت اتعمل تخزنه تاني. انت فاهمني؟ اه بصوا كده انا عندي ايه؟ انا عندي الان في رام فيها فايل اسمه ستارت اب اللي فيه كل البلاوي اللي انت عاملها على الراوتر. بتخزن فين؟ في الان في رام. طيب وعندك هنا في فايل في الرام اسمه ايه؟ اسمه الرننج كونفج. فهو الراجل بيفتح بياخد من الان في رام يحط فين؟ في الرننج في الرام. ففي عندك الايبهات دلوقتي يا ولاء وعندك الباسوردات وعندك معرفش ايه وايه 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 كل ده فين؟ في الرام. طب انت رحت رحت مسح ده مسح كل الكوماندات اللي هنا بس لسه موجوده في الرام عشان ممكن لو ما يا معلم وانت شغال بعد ما مسحت عملت رايت اللي هي ارجع تاني ايه الكفر اللي بيجيب في الرام تمام. طب انت لو عملت رسالت من غير ما تعمل رايت خالص حلو كده. فاحنا بنعمل ايه؟ ممكن ممكن كنا زمان عشان نتاكد ان احنا مسحنا نقوم مسحين الرامه كمان. ازاي؟ كوبي من الستارت اب للرانج. طب ما هو الستارت اب فاضي هيمسح لك كل اللي في الرانج كمان اهو انتر. يقول لك يا عم كل الدنيا خلاص راحت. اعمل ريلود بقى كده هتلاقي كلمه كايري اكيد اتغيرت يعني ان شاء الله كل حاجه مسجله. تمام شايف ايه ده؟ ده بيقول لك يس ونو ده كان الراوتر لسه جديد خالص اهو ده كده مسح لك كل الكونفيجريشن اللي عليه. الراوتر واحد الراوتر واحد اه شغال تمام اللي انت شغال عليه تمام. خد كابل الكونسول بقى واتنين على التاني. خد كابل الكونسول واتنين على التاني. ما هو في الحقيقه انت ماشي بكابل الكونسول او بالتلت صح كده. طيب هنعمل ايه بقى يا عم؟ هنعمل ايه؟ والله الماوس يا عم شكلها جميل حلو اه لا بس ده بيجيب شويه حاجات. اه بص هنعمل ايه؟ هنحط اي بي بقى ايه؟ فيرجن 6. هنا هنحط اربع وحايد اربع وحايد اربع وحايد نقطتين سلاش كام؟ 64. طب وهنا هنحط على الشبكه دي 2001 اربع اتنينات اربع اتنينات اربع اتنينات سلاش 64. طب وهنا نحط 2001 أربع تلاتات أربع تلاتات أربع تلاتات سلاش 64. طب وهنا حلو الكلام 2001 أربع كام؟ أربعات أربع أربعات أربع أربعات نقطتين سلاش كام؟ 64. طب وهنا 2001 اربع خمسات لا اربع خمسات اهو اربع خمسات اربع خمسات سلاش كام؟ 64 اهو. طيب هنيجي نخش على الراوتر ونشغل اي بي فيرجن 6 هنقول له ايه؟ هنقول له ايه؟ انيبل الراوتر لسه جديد كده كونفيجر تيرمينال حلو انترفيس. بذمتك حد يخش يكتب انترفيس وهو عايز ان شاء الله اي بي فيرجن 6 من غير ما يكتب الكوماند الداون يونيكاست ايه؟ راوتنج الاول اكتف الاي بي فيرجن 6 على الراوتر حلو الكلام؟ وبعدين بعدين اخش جوه الانترفيس فاست 0 على 0. ما فيش عندنا فاست زيرو على زيرو. طب انا عايز اعرف اسامي الانترفيسز اللي موجوده في الراوتر الجديد بتاعنا 2900 ده لان الراوتر الجديد. قال لك في كوماند عندنا اسمه شو اي بي ها انترفيس بريف شو اي بي انترفيس بريف وانتر. قال لك ان احنا عندنا زيرو على واحد وزيرو على اتنين وزيرو على زيرو وثلاث اصفار وسيريال 0 على 0 على ايه؟ على واحد. حلو الكلام؟ يبقى انا عايز احط اي بي لمين؟ لجيجا 0 على 0 خلاص يبقى كونفيجر
تيرمينال اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا زيرو على ايه؟ على زيرو اي بي ادرس 2001 اربع وحايد اربع وحايد اربع ايوه كده يا عم بقى ايوه كده اهو اي بي فيرجن 6 ادرس صح كده لو كنا عملنا انتر كان جاب لنا ايرور تمام اهو طب لما اعمل اتنين كولم كده معناه ان الاربع بلوكات بتوع الهوست بصفار سلاش 64 اي يو اي 64 حد فاهم حاجه فاكرين اي يو 64 الراجل ياخد المان بتاعه يحطه في النص 3 اف اي يروح للبت السابع لو كان بزيرو يقلبه واحد لسه خدنا امبارح ما بدتش يعني راح سهل كل الانترفيس دي هتاخد الماك بتاعها بس الماك بتاعها ثلاث حتت هتحطه في نصهم 3 اف اي وتروح وتروح البنت السابع لو كان بزيرو تخليه واحد وتحطه جنب رقم الشبكه وبعدين ايه يا شباب نو شوت داون خلاص كده الانترفيس خد اي بي اكزيت انترفيس سيريال زيرو على زيرو على زيرو ليه كده مش اتنين لان هي اسمها كده هنا ايه صح تمام اهو وينتر اي بي فيرجن 6 ادرس 2001 اربع اتنينات اربع اتنينات اربع اتنينات نقطتين واحد انا عايز اخليها كده كده انا ما عملتش بطريقه ال 64 كده انا حطيت لها ايه واحد صح كده دي الطريقه ايه مانوال وينتر يعني انا جيت على الانترفيس ده ايه الشبكه 2001 اربع اتنينات اربع اتنينات اربع اتنينات دي خمس اتنينات يا عم ايه يا رضا مش وبدري يحط اتنين ورا الاربع اتنينات بصوا كده ادي هنا 2001 اربع اتنينات اربع اتنينات اربع اتنينات انا اديت الانترفيس دي واحد وهدي دي اتنين في مشكله فيها تمام طيب اهو هنيجي اهو 2001 اربع اتنينات واحد وبعدين كلوك ريت طبعا عارفين يعني ايه كلوك ريت 64 ألف بت بير سكند يا عم لا عارفين نو شوت داون نقعد مع بعض انا وانت يا محمد اقول لك يعني ايه نو ايه نو شوت داون خلاص ليه ليه سرعه نقل الداتا طيب وبعدين وبعدين هعمل رايت انا كده خلصت ايه يا جماعه الراوتر الاولاني ناخد ده كده كوبي نحطه فين في النوت باد اهو خلينا بقى في وورد جديد عشان لو فتحت القديم هيهنج مني اهو اي بي فيرجن 6 لا خلينا في الوورد عشان الناس بتوع مصر ما يزعلوش اهو مشكله الوورد حاجه بس نعم احنا انا معايا 2010 حاجه بس لو واحد معاه الزرع قديم هي لسه كلها تبقى ما قلتش لك كنت خسرت لك قديم لا لا احنا معاك 2010 لا الورد معاك 2010 انتوا بجد متضايقين من الورد؟ لا 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 بس انا بقول لكم بس انا قلت مش كنت الورد كده لا مش 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 اهو اهو تعالى بقى كده عملت ايه يا جماعه دخلت انيبل وبعدين كونفيجر تيرمينال اهو وبعدين دخلت قلت له اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج وبعدين جيت اكتب الانترفيس ما قبلش مني رحت اعمل له شو اي بي انترفيس بريف عشان اجيب اسم الانترفيس فقال انت عندك جيجا 0 على 0 وجيجا 0 على 1 تمام وعندك كمان وعندك كمان وجيجا 0 على 2 وعندك السيريال 3 اصفار 0 وعندك 3 اصفار 1 تمام قمت جاي داخل اعمل كونفيجر تيرمينال وداخل جوه الانترفيس جيجا 0 على 0 اهو وبعدين حطيت الايه حطيت الاي بي فيرجن 6 اهو وبعدين قلت له ايه نو شوت داون ورحت على الانترفيس الثاني ها اكزيت وبعدين دخلت جوه الانترفيس الثاني اهو سيريال 3 اصفار وحطيت اي بي ادرس واحد
وقلت له كلوك ريت 64000 بير سكند وقلت له ايه موشن حلو كده وعملت كنترول زد عشان اخرج اهو عشان اعمل رايت خلاص انا كده خلصت الراوتر الاولاني تعال نروح نبرمج الراوتر التاني اهو والله يا عم الماوس جميل والله عجباني والله انا كنت ما بشوفش الماوس التاني اساسا راح نو تمام انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم طنطا حلو كده عايز اشغل اي بي فيرجن 6 اقول له اي بي في 6 يونيكاست ايه راوتنج يا معلم حلو الكلام انترفيس جيجا 0 على ايه 0 على 0 اي بي فيرجن 6 ادرس انت عايز تديها اي بي فيرجن ادرس كام بص كده 2001 3 3 4 3 4 3 4 3 عايز الجيجا دي تاخد الماك بتاعها وتضيف في النص 3 اف اي والبت السابع تحوله لواحد بدل زيرو وتحطه جنب دول ينفع ينفع خلاص يا عم ها ها اي بي ادرس 2001 خلاص يا محمد مش مهم التوب دلوقتي ها 4 3 4 3 4 3 وبعدين سلاش 64 يو اي 64 وبعدين ايه يا شباب نو شوت داون طيب يا معلم الانترفيس دي عايز اديلها 2001 4 8 4 8 4 8 2 ماشي خلاص شغال اهي هاجي هنا اقول له اكزت انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي في 6 ادرس 2001 ها 4 8 4 8 4 8 4 8 نقطتين وبعدين 2 سلاش 64 وبعدين اقول له ايه نو شوت داون طب اكزت عايز اروح للانترفيس ده اهو اخليه 2001 اربع اربعات اربع اربعات اربع اربعات واحد ماشي وخد بالك ان جنبه الساعه يعني هنحط له ايه بلوك ريت تمام اهو فنيجي هنا نقول له اني انترفيس سيريال 0 على 0 على كام اي بي في 6 ادرس 2001 كام يا معلم اربع اربعات ولا كام اربع اربعات اهو اربع اربعات اربع اربعات اربع اربعات كمان مره وبعدين كولم 1 سلاش كام هو معناه ايه الكولم ده باسم عشان انا مش عارف صفار معناه انا عندي 1 2 3 4 5 بروكات فيهم كلام فاضل لك 3 بروكات بصفار مش هو كله على بعض 8 فاضل لك 3 بروكات بصفار ونو شوت داون هنعمل بعدها كلوك ريت اهو زي ما انت عايز اعمل يو اي بس انا عايز احط لها 1 عايز البورتات اللي ما بين الراوترات عشان اكون عارف الايدات بتاعتها احط 1 2 فهمني عشان بعد كده اكون عارف الاي بي بتاعتها عايز اجيب النيك ستوب عايز اجيب اي حاجه فانا عايز احط لها اي بي سهل عايز تحط لها الاي اي حط لها الاي اي تمام طب بقى خد بقى دي طب انا لو خليت السيريال تستخدم الاي اي هو السيريال له ماك لو خليت السيريال يستخدم الاي اي السيريال ملوش ماك يا معلم طب هيجيب الماك اللي هيزوده ده منين لا اعمل على سيرش في جوجل بقى المره الجايه بنتحاسب تاني يابا السيريال ملوش ماك لا احنا خدنا الكلام ده انا خدنا اللي له ماك الادرس الماك ده بتاع مين بتاع الايثرنت بس انما السيريال ملوش ماك طب واحد دخل بقى كده باي بي فيرجن 6 ادرس واداله رقم الشبكه وقال له استخدم الاي 64 السيريال هيتصرف في ماك يحطه جنب الاي بي ده منين اعمل سيرش عليها بقى يابا المره الجايه اللي بص يابا اللي ما يجيبهاش المره الجايه يجي زي الشاطر كده يدفع 10 جنيه خلاص كده ماشي يجيب 10 جنيه صح ايه نجيب هو انا لما اقول اخش جوه السيريال كده ده واقول له يا ولاء اي بي فيرجن 6 ادرس 2001 4 اربعات 4 اربعات
اربع اربعات كده سلاش 64 واقول له اي اي 64 وانتر. هو لما اقول له اي 64 بيعمل ايه؟ بيجيب ماك يضيفه جنب الاربع بلوكات دول ويضيف في النص 3 اف اي ويروح للبت السابع لو بزيرو يخليه بواحد. بس السيريال ملوش ماك. هيجيب الماك اللي هيحطه جنب الاربعه دول منين؟ السيريال احنا ما خدناش نلو ماك. والله وحياة ولادي يا محمد السيريال ملو ماك. صح؟ لا دول بتوعي. دول بتوعي. دول بتوعي انا. خلاص يا معلم انت راجل بتاع نتورك. تمام؟ ماشي؟ ما انا ما قلت انا ما قلتش ولا ايه؟ بس خلاص كده؟ ليش؟ خلاص ده سؤال المرة الجاية. وبعدين كلوك ريت ايه؟ كلوك ريت كده دور عليه. لا ما خدناش. انا مش كل حاجه على فكره في النتورك لازم اديها لك. بس هو قال لك حاجات طول النتورك كده في ناس كتير قوي قالوا لك مش ورا مليار كده هتلاقي كل محاضره ايوه بس هتلاقي حاجه كده نو شوت داون. حلو كده. يلا يلا يا شباب يلا يا شباب الله يكرمكم يلا يا شباب اهو بس الماوس ماشي خلاص كده. بعد كده يا جماعه انا خلاص السيريال زيرو على ايه؟ على واحد اهو وحطيت له اي بي اللي هو اربع اربعات واحد. تعال ناخد كوبي بقى من الكونفجريشن دي. يلا يا شباب بس والله متاخرين يلا بس وعايز اديكم كل حاجه. انا لما بسيب حاجه الواحد بيبقى ايه متضايق. اهو ده الراوتر الثاني اهو بيست اهو اهو. نكبر بقى كده ونشوف احنا كتبنا ايه وعكنا ايه في الموضوع ده. اهو جيت انا قلت ايه انيبل كونفيجر تيرمينال تمام هوست نيم طنطا اهو وبعدين اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج اكتفت الاي بي فيرجن 6 على الراوتر. طول ما انت شايف الكوماندات كده عماله تنكتب قدامك زي الفل تيجي تكتب هتتلخبط فلازم تحاول مره واثنين وعشرة. ارجوكوا اقعدوا على الباكت تريسر واشتغلوا تمام. ما هو عشان لما تكتب كتير مش هتنسى. اي بي فيرجن 6 ادرس الجيجا لها ماك فقلت له اي اي 64 شغال مفيش مشكله. ما دي ما فيهاش مشكله اهو اهو هقولها لك المره الجايه ان شاء الله بس جيت تدفع 10 جنيه الاول وبعدين ايه نشط داون خلاص كده. الحاجات اللي في بره الكورس دي تدفع لها فلوس تمام. وبعدين وبعدين اكزيت وبعدين انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي فيرجن 6 ادرس 4-2-2 ونشط داون. لو انا بقى جيت عملت هنا اي او 64 السيريال هيجيب ماك منين تمام؟ منين؟ ملوش ماك. السيريال ملوش ماك. السيريال له لير 2 ادرس تمام. ماشي يا حبيبي. لا جهاز هو في جهاز السيريال بس يا عم تدفع فلوس ثاني يا عم اسمه تمام. هينشأ هو مال بس لا لا تمام. وبعدين ايه يا جماعه نشط داون في الاخر اهو. وبعدين كلوك ريت. طيب تعالوا بقى نشوف الفرع الثالث بتاع اسكندريه. الفرع الثالث بتاع اسكندريه خليك معايا بس اهو اهو يا عم هقول لك عليها المره الجايه فكرني بيها بس ما تقلقش. ها كونفيجر تيرمينال انيبل كونفيجر تيرمينال وبعدين اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج اي بي فيرجن 6 يونيكاست ايه راوتنج وبعدين انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه 0 على 0 على 1 صح اهي اي بي في 6 ادرس الاي بي عايز احطه كام 2001 4 4 4 4 4 4 في الاخر كام 2 اهو 2001 4 4 4 4 4 4 2 سلاش كام 64 نو شوت داون. انترفيس الجيجا الاخير بقى انترفيس جيجا
0 على 0 اي بي في 6 ادرس تمام كام 2001 اربع خمسات اربع خمسات هخليه بايو 64 جيجا له ايه له ماكو كده والدنيا لذيذه اهو 2001 اربع خمسات اربع خمسات اربع خمسات نقطتين نقطتين سلاش 64 ايو اي 64 وبعدين نو ايه نو شوت داون حلو كده طيب خلاص اعمل بقى ايه رايت وناخد الكوماندات دي كلها نعمل بها ايه كوبي كده ونحطها في النوت باد اهو او في الوورد اهو اهو حلو الكلام جيت عملت ايه انيبل قلت له كونفيجر تيرمينال وبعدين اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج وبعدين قلت له دخلت جوه السيريال حطيت له اي بي اهو 2 قلت له نو شوت داون اهو وبعدين دخلت جوه الجيجا 0 على 0 حطيت له اي بي فيرجن 6 ادرس بس باستخدام ايه الاي او اي 64 شايفين وبعدين قلت له ايه نو شوت داون وبعدين عملت كنترول زد عشان اخرج وعملت ايه تخزين على الراوتر بس نعم ايو 64 اللي هي 64 اه ده رقم الشبكه بس انا قلت له يا ولاء ايو 64 يعني انا هديك اول اربع بلوكات من الشبكه وانت خد الماك ادرس بتاع الجيجا صح حطه جنب الاربع بلوكات دول بس الماك ادرس بتاعنا كان المره اللي فاتت كام بلوك 3 فهنضيف في النص فيه 3 اف اي هو هيعمل الكلام ده ويروح للبت السابع لو زيرو يخليه ايه يخليه واحد الكلام ده قلناه المره اللي فاتت مع بعض تمام يعني لو الماك ادرس مثلا عشان زميلتنا ناسيه لو الماك ادرس اي بي 1 2 او مثلا الماك ادرس 0 0 1 2 دوت 3 4 اي بي افتكرتيها تمام زي الفل فانا بحط رقم الشبكه وبقول له جنبها اي 64 فهو ياخد رقم الشبكه ويجيب الاربع بلوكات التانيين من الماك بتاعه خلاص يضيفهم جنب رقم الشبكه يبقى ده الاي بي بتاعه فهمتني لا قولي لو انت مش اطلع فوق حاطه من هناي اهو 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 هنا هنا السيريال انا مش عايزه يشتغل بيو 64 عايز احطه الاي بي كله بايدي فعشان كده كتبته 2 تمام مفيش ايو 64 اهو جنبه شايفه تمام كده لان ده اديته الاي بي كله بايدي انما لو انت مش عايزاه تديله بايدك فتديله رقم الشبكه وجنبها ايو 64 بمزاج اه طبعا ما انا اللي بحط الايبات يا عم صح كده بمزاج ها يبقى انا هنا حطيت له الاي بي وعشان كده ما كتبتش ايو 64 تمام انما لما اديته الشبكه قلت له يا عم اتصرف في الجزء الاربع اجزاء اللي فاضلين اي 64 وده كان سؤال بقى لو انا في السيريال اديت له اي 64 السيريال ملوش ماك هيكمل الاي بي بتاعه ازاي يا عم ما تقعدش كده ما عندك جوجل خلاص قبل ايه يا عم عموما كده يلا كده يلا كده يا جماعه كل راوتر عارف الشبكات اللي حواليه بس اديني اماره خش جوه الراوتر وقول له ايه شو هيا كده بس شو اي بي في 6 روت شو اي بي في 6 ايه قال لي والله انا ما اعرفش غير شبكه اسمها اربع وحايد وما اعرفش غير شبكه اسمها اربع اتنينات وما اعرفش بس خلاص طب امال ايه الالات دي ده الاي بي بتاع الانترفيس بتاعتي هو في الاي بي فيرجن 6 بيعملهم كده اللات 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 اه حط في النص ايه في الجيجا لان احنا كنا كاتبينه اي 64 فين اهو ده الاي بي اهو اف اف اي شايف اه وفعلت
عمل كلها في النص منهم بالظبط صح الكلام. بس اهم حاجه بسوم هو ما يعرفش غير اتنين شبكتين اهو، ادا واحده وادا واحده، الرمز السي ده اللي هو دايركت كونكتد. طب شبكه 3 وشبكه 4 وشبكه 5 ما اعرفهمش، مش باينين عندي في الراوتينج اهو، لان بصراحه ان كل راوتر ما بيعرفش غير الشبكات اللي حواليه. طب لو في عندي شبكات بعيده ما يعرفش يجيبها. واحده عباده السريال يو ار باستين اه هيجيب ايه؟ هيجيب اه بس انت هتعرف جابه منين بقى المجد ده؟ يبقى قول لي بقى ماشي بعملها في البيت. هو محمد بيقول ايه؟ انا في البيت هروح اعملها واعمل يو ار باستين واشوف هيجيب المجد منين واجي اقول لك. جميل جدا. ما انا عايزك تعمل سيرش وعايزك توصل لها. هو انا بدورك انا مش عايزك توصل لها؟ هو انا لما قلت لك المره اللي هجيبك فيها تكتب كوماندات هو انا عايز اذنبك؟ لا بس والله في السيرش اللي جنبك ده شغال على طول ماشي. انا عايز اعرف هو ده ايه؟ خلص بس خلص. ها عايزين نشغل بقى الرب يا معلم، ركز معايا الله يكرمك. الرب بقى بتاع الاي بي فيرجن 6 فعايزنا احنا نسيب الرسمه دي عشان اروح اعمل يا باشا. انا هسيبها عشان كل مره اشتغل عليها ما كنتش كل مره اقعد احط لك اي بي وضع وقت اهو. بيزك اي بي في 6 ومحمد هيرفع لنا على الجروب نتورك. برفع وانا بقى محمد على الجروب البابليك يا محمد والنبي. ماشي يا محمد ماشي اهو فيد الناس عشان ربنا يديلك يعني. طيب هنيجي بقى نعمل ايه؟ نقول له كونفيجر ترمي يا عم خليك معاهم الناس افتح بس عشان بس انا اتوه. بص الاي بي فيرجن 6 بيتكتب ازاي يا جماعه؟ ها شوف الاي بي فيرجن 6 بيتكتب ازاي اهو. تعالى بس الاول نخزن دي باستخدام الريب ان جي اهو. الريب ان جي ده الناس هيدوا عليك وده علي بيسمعوا الفيديو. ها تعالى ايه نعمل الريب بقى ان جي بعمله ازاي؟ بص مش احنا كنا بنكتب راوتر ريب؟ هنا هنكتب اي بي في 6 راوتر ريب وهنديله اي اسم لان ممكن اشغل اكتر من ريب على الراوتر. ما تقولش بقى مش معنى دلوقتي مش وقتها خلاص. بمعنى يعني انا هكتب ايه؟ راوتر ريب هسميه انا دلوقتي ايه اسم الشركه هنا يعني مثلا انزل فيرجن مثلا لا هو هو نفسه ريب ان جي بس اشغل اكتر من نسخه. يعني لو راوتر عليه 10 نتورك فانا ممكن اقسمهم على 2 ريب. ريب اسمه ان جي 1 وريب اسمه ان جي 2 واحط فيه شويه نتورك دول ودول احط فيه شويه نتورك. عارف انت لما يكون عندك برنامج كبير كده على الجهاز شغال وهي بتقل الدنيا بتسطب اوراكل فتلاقي اللاب بتاعك ضايع لان هي برنامج واحد وشغال. طب لو انا مشغل وورد واكسل وباوربوينت وما اعرفش هيعمل حاجه في الجهاز ما برامج خفيفه نفس الوضع كده. بس هي مش دي القصه برضه تمام. عموما الرب بكتب له الاسم ما تشغلش بالك بالموضوع دلوقتي. طب الاسم بتاع الرب اي اسم اسميه مثلا اسميه ايه يا ربي؟ اسميه سي سن ايه اهو. الاسم اللي انت بتعمله خليه كابيتال، هو مش شرط بس خليه كابيتال عشان يبقى شكله حلو. اي اسم اهو كده الرب خلص سميته ايه؟ سي سي ان ايه. طب فين كوماند النتورك؟ ما عادش في كوماند نتورك. امال ايه؟ انا عايز اخلي الرب يبعت الابديت على الانترفيس دي اللي هي الجيجا. تخش جوه الجيجا وتناديه اهو اكزت انترفيس جيجا 0 على 0. شفت الجمال بقى؟ اي بي فيرجن 6 ريب اسمه ايه الريب بتاعك؟ خلاص كده الريب انيبل في كلمه انيبل. لو سمحت ابعت الابديت من على الانترفيس دي. ما عادش في كوماند نتورك. مش انا كنت بكتب النتورك بتاع الانترفيس؟ ما عادش عشان بتلخبط الناس. فقال لك ايه يا عم محمد؟ خش جوه الانترفيس ونادى على الريب بتاعك اللي فوق بس. طب عايزه يبعت عايز الابديت ينبعت من السيريال للراجل اللي فوق ده. خلاص اخش جوه السيريال بدل كوماند النتورك اهو اكزت انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اي بي في 6 ريب اسمه ايه الريب بتاعك؟
سي سي ان ايه بالكابيتال اهي لازم يكون نفس الحروف وانيبل بس. شفت ده فيرجن 6 ولا نقطه سمري ولا حاجه، هو كده كده لوحده بيبعت شبكه معمول لها سبميتنج وبيبعت كل حاجه. شفت الدنيا والله لذيذ جدا جامد. تعال خد كوبي بقى، تعال خد كوبي ونحطه فين في النوت باد. يلا يا ابو حميد اهو اهو ده كده لما نيجي نشغل بقى الريب اهو الريب ان جي اهو. تعالى كده عايزك تتذوق النتورك والله بجد هتلاقي دي لذيذة خالص يعني ما تاخدوش كأنه كورس اهو. انترفيس جيجا زيرو على زيرو اهو وانا هعمل لك لاب في الاخر في كل الحاجات دي. هو زي ما انت بتقول عشان ما فيش مشكله بس هي الضغط اللي مخلي لك كده ليه؟ الضغط الضغط هو اللي مخلي لك كده انما هو لازم كل حاجه بس المشكله ان احنا مضغوطين بس. اي بي فيرجن 6 ريب انيبل بخش جوه الانترفيس الاول. فين الانترفيس يا عم؟ فين الانترفيس دخلت فيها؟ دخلت جوه الانترفيس اهو زيرو على زيرو ده مش معانا ده مش معانا اهو وقلت له ايه اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان ايه انيبل. طب عايز يبعت الابديت من على السيريال خش جوه السيريال وقول له ايه اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان ايه انيبل بس. هو الفرق ما بين الموديل ده كده كده اللي هو فيرجن 2 الثاني اللي بيشتغل مع اي بي فيرجن 4 ده بيشتغل مع اي بي فيرجن 6 بس بس ده الفرق اللي ما بينه بس. حلو كده يعني ان شاء الله ده اللي جاي بعد كده مش هتلاقي فيه فور بقى لما ما فيش شبكات كلها 6 ده اللي جاي اهو انت بتتعلم الحاجات اللي جايه اهو صح كده تمام. فانت يا ريت بس تركز معايا انك مش هتلاقي مثلا فيديوهات بتشرح ابي فيرجن 6 غير في الكورس ده مش هتلاقي حد يشرح لك الريب فيرجن 6 فيقول لك ايه زي الريب فيرجن 4 اللي بروح ادور على الريب فيرجن 6 للاسف معظم الناس مش شايف كده. فاحنا هنا في الكورس اللي بنشرح الريب الاي بي فيرجن 6 زي الاي بي فيرجن 4 بالظبط بس انك الشبكه معاك ووسطها بالكوماندات وكلام من ده. طب تعال نروح بقى على الايه على الراوتر الثاني نشغل عليه الريب اهو ادي الراوتر الثاني اهو. الراوتر الثاني عنده كام انترفيس؟ 1 2 3. الاول نعمل الريب بتاع عليه تمام اهو انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 راوتر ريب اسمه ايه؟ اسمه سي سي ان ايه. ما هناك هنا هعمله مره ثانيه هنا على الراوتر ده باي اسم مش شرط سي سي ان ايه تمام. طيب وبعدين هعمل اكزيت واخش جوه كل انترفيس سيريال زيرو على زيرو على ايه على زيرو اي بي فيرجن 6 ريب اسمه ايه انيبل. والله عايز بس تمشي ايدك على الكوماند بس خلاص ما فيش حقيقة. اهم حاجه تفهم الكونسبت. الانترفيس الثاني سيريال زيرو على زيرو على كام اي بي في 6 ريب بس يا سيدي اكزيت. اللي فوق الانترفيس اللي فوق جيجا زيرو على ايه على زيرو اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان ايه انيبل اللي هو اهو لا مش راوتر ده سويتش حتى المفروض ما كنتش كتبت جواه لان الابديت بتاع الريب لما يروح دلوقتي ملوش اي لازمه اه يعني هو في راوتر بعد السويتش ماشي بس انا بديك بعلمك يعني ها خلاص كده. تعال ناخد الكوماندات دي يا شباب كوبي اهو حلو الكلام عسل قوي يعني اهو يلا تصور بقى ده شغلك مثلا في تي داتا مثلا شغل على الراوتنج مثلا طبعا ما توصلش الراوتنج كده مره واحده سويتشنج تتمرمط فيه الاول وبعدين توصل راوتنج تمام كده. وفي ناس مثلا بتبدأ من تحت خالص يعني مع الفنيين بقى وشويه كده وكابلات وتقريج تمام.
طيب معلين. انا عايز ابدا من اللي اي بي فيرجن 6. انا الناس عارف المفحوره ده يا باشمهندس يا باشا والله كانت احلى ايام. تمام هنتكلم فيه ان شاء الله. خلاص بس تمام. اي بي فيرجن 6 راو ريب انيبل وبعدين اكزيت وبعدين انترفيس سيريال وبعدين اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان اي انيبل وبعدين اكزيت وبعدين انترفيس جيجا 0 على 0 وبعدين اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان اي انيبل وبعدين اكزيت في الاخر. ماشي ده الراوتر الثاني خلصته اهو اكزيت اهو في الاخر اهو. يا عم بلاش يا عم كوبيا اهي يا عم باسم اهي اهي يا عم باسم كوبيا اهي. انا لسه سخن هناك يا راجل. ايوه طيب يلا تعال نروح هنا نشغل الرب على ده اهو انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج. يا عم ده انت بتعملها مره في العمر. انت عارف انت عملت ايه دلوقتي؟ انت حضرتك دلوقتي عرفت اربع مواقع مع بعض. راوتر مرمي في القاهره مع راوتر مرمي في اسكندريه مع راوتر مرمي في طنطا. مره واحده في الاول خالص مش خلاص بقى الراوترات شغاله مع نفسها. عندك هنا خمس شبكات وهنا خمس شبكات وهنا خمس شبكات. كل شبكه مينيمم فيها 100 جهاز. بقى عندك بتاع 5000 جهاز شايفين بعضهم وبيكلموا بعضهم. ده ما يستاهلش تروح تكتب الكومه الخمس ست اوامر دول؟ لا انا اروح لا لا اعرف صح كده؟ اهو يا عم وتروح ليهم تحت مكانك؟ اهو تمام خلاص كده انترفيس سيريال 0 على 0 على 1 اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 6 ريب سيس ان اي انيبل انترفيس انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي فيرجن 6 ها ريب سيس ان اي. انا مش مسجل في الجروب ده تاني انيبل. هجيب لكم فيديوهات من الجروب تاني ان شاء الله عشان بتتكلموا رايت تمام. انا مش مسجل خالص يا محمد خلاص منكم لله يا بس يا ابني انت بدرس الفاتحه خلاص 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 انيبل وبعدين كونفيجر تيرمينال وبعدين اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج وبعدين اخش جوه الانترفيس سيريال 0 على 0 على 1 اكتفت جواه الريب وقلت له اكزيت. دخلت على الانترفيس الثاني اللي هو الجيجا 0 على 0 اكتفت جواه الريب برضو اللي اسمه سيس ان اي وقلت له ايه اكزيت. دلوقتي يا معلم بقى كل المواقع شافت بعضيها ازاي؟ طب ما تيجي نتاكد. اضرب لي هنا كده شو اي بي روت كده اهو يا عم. ما فيش حاجه اسمها شو اي بي روت. في حاجه اسمها شو اي بي فيرجن 6 روت. اوبا ده جاب يا معلم ارى اهو جاب التلاتة شبكة تلاتة وجاب الشبكة اربعة وجاب الشبكة خمسة. ايه ده احنا انا ممكن ابنج على الجهاز ده؟ ابنج يا عم حد حشك؟ طب ما تيجي نحط له اي بي. يلا اهو هو الاي بي بتاع الانترفيس ده كام؟ ما نعرفش. ما انت عملت ايه 64 تعال نجيبه. بتجيبه ازاي؟ شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف صح؟ فقال لك والله الانترفيس ده اهو الجيجا واخد اي بي اهو ده الجيت واي بتاعي صح يا رجاله؟ هنيجي هنا كده ونقول له الاي بي فيرجن 6 اهو ده الجيت واي بتاعك اهو يا عم. طب والاي بي بتاعك انت هيبقى ده الجزء بتاع الشبكه اهو فاكرين؟ الاربع حتت بتوع الشبكه مثلا وضيف له مثلا اثنين كولن دي معناها ان فينا ثلاث بلوكات بصفار سلاش كام؟ 64 صح كده؟ خلاص حطيت له 2 اهو. طيب الراجل ده عايز احط له اي بي ما انت برضه عامل ايه 64 هنا فلازم لازم تخش تعمل ايه؟ شوهاية كده اهو شو اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف واخد كام يا معلم؟ 2001
اربع ثلاثات مش هو ده كوبي وتيجي هنا جوه الراجل ده اهو وتدي له ايه بيست اهو تاخد الاول اربعه بقى اهو وبعدين كولم اتنين اربع ستات حلو قوي. طب الراجل ده ما هو ده رقم الشبكه بس للاسف برضو عامل انت الماك مش كنت حطيت واحد ورحت دماغنا. طيب اعمل شوهية اي بي فيرجن 6 انترفيس بريف لا يا اخو ظاهر فوق فعلا هنا فعلا ال ده اللي هو فين الواحد اهو ال ال واحد هو ده ما بيظهر في الراوتنج تيبل وبيظهر كمان هنا في الراوتات الجديده اهو. حلو الكلام ده زي العسل قوي اهو وشغلت الشبكه كلها اي بي فيرجن 6 اللي ما حدش لسه شغاله اهو وهاخد الاربع حتت دول احطهم هنا كده وفي الاخر كام يا معلم 2 سلاش كام 64 هو ايه اللينك لوكال ادرس هقوله لك حاضر ده الابيبه يا اخويا بفرج على الفيديو تمام انا خدت الدنر مثلا على مكان زي مثلا عملت ايه مثلا كليه اه شغال بس انت عندك روترات السويتشات تعمل على الكلام ده وخلص نفسك واشتغل وتمشي عادي بس ان شاء الله في الوان تمام هتيجي تربط الفروع بتاعتك ببعضيها هتي داتا تقول لك انا مأجرك خطوط الفايبر والاجهزه اللي عندي ما بتقبلش اي بي غير اي بي فيرجن 4 فناخد بقى ازاي نحول من 4 ل 6 اللي هم الثلاث طرق اللي احنا خدناهم نظري ايوه بس لسه ما كنتش قلت لكمش كود قلت لكم كود هجيبه لكم ما جبتوش لسه انا فاكر تمام وخلاص الدنيا كلها شغاله بي فيرجن 6 دخلت دلوقتي مش عادي انما عشان خاطر والفروع اللي برده كمان تمشي عادي بس لو خدت الثلاث طرق اللي انا قلت لك عليهم قبل كده عملي لا التانل وال والنات من 6 تو 4 صح كده لو بعيد عن السويتشات عن الروابط بتاع السيستم والسويتشات اه عادي عادي جدا مش مشكله مثلا بيجي على مين مثلا اه بيقبل 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 يا معلم احنا بنص لا انا بتكلم على الروابط العاديه اللي مثلا بتيجي من في البيت اه شغاله يا باشا لا لا اي بي فيرجن 6 شغال بس مش هتدخلك نت ليه لانك واخد نت من تي داتا وتي داتا لسه شغاله فيرجن 4 انما تشغلك جوه البيت فيرجن 6 وتخلي اجهزه تشتغل مع بعضها فيرجن 6 انا كنت بكره احول الكلام ده تمام كده ها خلاص. طيب تعالى نبنك بقى تعالى نبنك لو جيت بنكت من هنا كده بينج اهو بنجاه حلوه 2001 اربع اربعات اربع اربعات اربع اربعات على الجهاز اللي هناك اللي خالص بعيد ده 2 يا سلام بيبنج عليه 10 على 10 وناس اهو الراجل ده عايز يروح للراجل ده وماله يروح له يا اخوي ماله اهو شايف الباكت منوره ازاي وهي ماشيه اهي اهو اهو الفروع بتاعتي كلها حاولت حط هنا بقى 100 جهاز حط هنا 100 جهاز حط هنا 200 شبكه الدنيا كلها شايفه بعضيها لا ده كمان شويه ان شاء الله هناخد بقى ازاي الراوتر بتاعنا بتاع سيسكو يوزع ايباد اوتوماتيك سواء فيرجن 4 او فيرجن 6 ما اروحش انا احط ايباد على الجهاز بايدي انا بس اعمل له ايه اخش كده جوه الجهاز واعمل له يا معلم دي اتش سي بي اوتو للاجهزه للاجهزه لو هتحط 20 جهاز هياخدوا ايباد اوتوماتيك لوحدهم كل الكلام ده جاي تمام كده بس ساعدوني بقى عشان ايه نبدا نفنش الكورس تمام كده. طيب في حته انا ما قلتهاش في الفيرجن 4 هقولها فيرجن 4 وفي الفيرجن 6 ونروح تاخد مني 10 دقايق ايه الحته اللي ما قلتهاش فين الفيرجن 4 يا ابني اللي كنا عاملينها هنا كان في واحده فيرجن 4 ادفانسد فين الادفانسد ده بيزك كونفيج كان في ادفانسد ما اعتقدش انا سيفتها سيفتها اه سيفتها والله. طب تعالى بس كده يعني تمام يا جماعه دي الشبكه هي بتاعتنا ومتعرفه على بعضها كلها ريب فيرجن 2 لو جيت دلوقتي عملت شو اي بي راوتنج هتلاقي ايه الراجل قاري كل الشبكات اهو عندك اهو شايف وكل الاجهزه بتوصل لبعضها
المدير بتاعنا يا عم رضا قال لي لا يا معلم بقى انا عايز المواقع بتاعتي كلها تخش نت. هما كده الخمس شبكات بالثلاث فروع شايفين بعض او سبع شبكات. يعني انت عندك كم شبكه؟ 1 2 3 4 5 6 7 السبع شبكات شايفين بعضهم يا شباب. بس الراجل قال لي انا عايز كلهم يخش نت كمان. هما شايفين بعضهم عشان يعرفوا يتكلموا مع بعضهم، لو في عندك سيرفر في القاهره يكونكتوا عليه، الراجل الشبابيك بتاع البنك تعرف تحصل فواتير من الناس لان السيرفر مرمي هناك، فانت مخلي كله يكونكت على كله. عايزهم كمان يخشوا بقى على الفيس ويظبطوا الدنيا. حلو. خدنا امبارح ايه؟ قال لك عشان تخش على النت تروح تجيب راوتر، تروح تجيب راوتر اهو بتاع تي داتا، وتيجي مثلا توصله بالفرع الرئيسي اهو اهو. طبعا في الجامعه والكلام ده بيبقى ليه زلايم، ما بيبقاش كده، ده كانه ايه حاجه صغيره كده. لو انت عندك شركه صغيره بتعمل كده لسه. ناخد ازاي بقى لو انا في جامعه وموصل ليه زلايم بعمل ايه؟ هناخده ان شاء الله في الوان. تمام. ده انت جايب خط نت عادي من ابو تليفون. حلو كده. طيب وكنا بنخش على الانترفيس ده جميل، نعمل ايه؟ نقول له اي بي ادرس دي اتش سي بي، خد الاي بي من اللي قدام اهو. قام المعلم رضا عامل ايه؟ كونفيجر تيرمينال وداخل على الانترفيس اللي متوصل 0 على 1 اي بي ادرس دي اتش سي بي ونشط داون. حلو قوي. طب مين بقى اللي قال الراجل ده لما تكون مزنوق في النت تطلع من على البورت ده؟ محدش. فهنعمل حاجه اسمها خدناها امبارح ديفولت ستاتيك روت، صح كده؟ اللي هو سكه اللي ملوش سكه. فاكرين كان بيبقى ازاي؟ كان بيبقى كده يا معلم، اي بي روت اربع اصفار شبكه اربع اصفار سبنت، لما تنزنق اخرج منين؟ زيرو على واحد. لو جيت كده بصيت جوه الجدول قلت له شو اي بي روت اهو، هتلاقوا ايه يا شباب؟ اخر اي بي عندك خالص، اخر نتورك عندك خالص. يعني لو في باكت ما يشرحها لده ولا لده ولا لده ولا يخرج منين؟ من ده. بس لسه الاثنين دول ما يعرفوهوش. خلاص خش جوه ده قول له اي بي روت واحذفه كده، يعني خليه يخرج من السيريال ده، وخش جوه ده قول له اي بي روت وخليه يطلعه من السيريال ده. مش الراجل ده اللي عنده نت؟ هخليهم الاثنين اوجههم كده. حلاوتك. طب ما ده لما يكون عندك ثلاث فروع. طب انا بقى لو عندي 700 راوتر اعد عليهم كلهم اوجههم للفرع الرئيسي؟ لا، فخلي بقى الفرع ده يوزع على اللي هو سوفت يوزع عليه. الله يكرمك. ازاي بقى يوزع؟ الرب يا جماعه لما بيجي يبعت الابديت بيبعت بس الشبكات الدايركت كونكتد والشبكات اللي هو جايبها، انما الشبكات اللي محطوطه ستاتيك الرب ما بيوزعهاش. طب انا عايز الرب بقى وهو بيبعت الابديت بتاعه ياخد الاستاتيك كمان معاه. فين الاستاتيك على الراجل ده؟ ده اللي عنده الاستاتيك. اما دول ما عندهمش الاستاتيك. يعني دول لو جيت دلوقتي كده عملت الشو اي بي روت، فين يا عم الاربع اصفار؟ مش موجود، لان هو معمول استاتيك. طب ما الرب اللي فوق يقول له عليه، هو انت قلت له قول له عليه؟ احنا عايزين دلوقتي نعمل حاجه اسمها نخلي الرب يعمل توزيع، بروبيجيتنج. بروبيجيتنج يعني اعلان او توزيع اهو. بروبيجيتنج، يا رب يطلع الاسبيلنج بتاعها صح. بروبيجيتنج الاستاتيك الديفولت استاتيك روت، نخلي الرب يوزع الديفولت استاتيك روت. ده موضوع كبير يا جماعه، هناخده سي اس ان بي، اسمه الريديستريبيوشن. ازاي الرب بيعمل التوزيعات دي؟ بس انا اديكم الكوماند دلوقتي. ايه الكوماند؟ هتخش على الفرع الرئيسي شغال، اللي عنده الستاتيك روت شغال، وتقوم داخل جوه الرب كونفيجر تيرمينال راوتر رب فيرجن 2 ريديستريبيوت استاتيك. شكرا. يعني يا رب وانت بتوزع بتبعت الابديت بتاعك كل 30 ثانيه، يا ريت تاخد الطريق الاستاتيك اللي موجود عندك تديه لبقيه الناس. تعالى كده نشوف بقى يا معلم الراجل ده هات لي لقط نت دلوقتي. شو اي بي روت، بس جاي ايه؟ ار استريك مش اس، لانك انت ما كتبتوش بايدك. ده اللي جايبه مين؟ الرب. واسترك ليه؟ لان ده الديفولت.
ال 700 راوتر كده لقطوا نت من عند الفرع الرئيسي بتاع المكان. اه 30 ثانيه بس هو بيقبل ابديت. يا عم باسم ما بياخدش الاستاتيك معاه، بينقي الطرق الدايركت كونكتد الشبكات المتوصله بيه توصيل مباشر، والشبكات اللي الريب صاحبه اللي جنبه قايلها اللي يكون رمزه ار، اما اللي رمزه اس ما بياخدوش. طب انا لو عايز ياخد الاس كمان معاه اكتب له ايه؟ اكتب له ريديستريبيوت استاتيك او ريديستريبيوت استاتيك. الاستاتيك معاه لو عايز اخلي الريب ياخد الديفولت روت معاه. طب انا بقى يا معلم لو شغال فيرجن 6 عايز اعملها في فيرجن 6 تمام، ده فيرجن 4 بس بشركه يعني في مكان واحد وخلي كل فروعه تخش عن طريق بالظبط كده لو انت عايز تعمل كده تمام. اهو انا عندي ايه ده اللي هو النهارده، لا فين النهارده، فين اليوم بتاع النهارده ليكتشر 9 اهو، ده بتاع الفيرجن 4 اهو، نحط فيه ايه، نحط فيه الكوماند ده بس تمام اهو خلاص بقى. هو ده البتاع ده مهنج ليه؟ اهو يا شباب راوتر ريب فيرجن 2 ريديستريبيوت استاتيك. حلو خلاص يا عم نقفل دي بقى مالهاش لازمه، كلوز كده الفيرجن 4 خلص كلوز. تعال نقلب فيرجن 6 لسه مسجلينها حالا، فين الفيرجن 6 الريب ان جي اهو شايفينها اهي، دي شبكه شغاله فيرجن 6. الراجل برضو قال لي ايه، حط لي طريق نت يا عم. فراح عمك رضا جايب ايه، جايب الراوتر بتاع النت اهو. فين الراوتر بتاع النت اهو اهو اهو، وجايب اللينك اهو اهو. جيجا كام؟ زيرو على واحد. قام داخل على الراوتر اهو وعامل ايه، انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا زيرو على واحد اي بي فيرجن 6 ادرس دي اتش سي بي تمام اهو. بس الكوماند ده غلط لسبب، لان المفروض نعمله كده معلش اوتو كونفيج، لا دي اساس دي ما خدناهاش في الاي بي فيرجن 6 بس اسمه اوتو كونفيج، سيبوها دلوقتي هقول لكم عليه ماشي. طب لو انا عايز اعمل، لو انا عايز اعمل المفروض بقى يكون الراجل ده قايل له وزع اي بي فيرجن 6 الراجل ده عشان ما يفضحناهوش. ده نو شوت داون، حمام نو شوت داون، لا ما عملناش اهو. تعالى من نو شوت داون انترفيس جيجا زيرو على ايه، على واحد نو شوت داون تشينج السيت تو ايه تو اب اهو. الراجل ده كده شغال ما علينا. طيب عايزين نعمل ديفولت روت، نقول له اي بي فيرجن 6 روت اهو كله صفار. انت عارفين كله صفار يعني ايه كده؟ طب السبنت ماسك بصفر يعني ايه؟ سلاش زيرو عجبتك دي؟ ها جيجا ايه؟ زيرو على كام؟ على زيرو تمام؟ بس خلاص تمام؟ انا عملت كده ستيك روت. طب اخليه يوزعه راوتر ريب المفروض جيجا زيرو على واحد؟ معلش انا غلطت، يبقى نشيله بقى صح؟ اهو نلغي ده، يبقى اي بي روت زيرو على زيرو، يبقى نحط قدامه كلمه ايه؟ نو no. حلو قوي. وبعدين اي بي روت زيرو على كام؟ على واحد. راوتر يا عم اي بي فيرجن 6 راوتر ريب، وكان اسمه كمان سيس ان ايه صح؟ ريديستريبيوت استاتيك. بس خلاص نفس الدنيا كوبي ونحطه فين يا معلم؟ في الوورد بات اهو. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان احنا خلصنا الرب. قلت لك يا رضا وقف التسجيل عشان بتاعي يشتغل ان شاء الله نذاكر دوت. وقف التسجيل يا رضا ما صدقتنيش. عملنا ان احنا عملنا اي بي فيرجن 6 روت وخرجته من زيرو على واحد ودخلت جوه الريب الان جي وعملت ريديستريبيوت ستاتيك.
اتمنى ان انتوا استمتعتوا بالمحاضره النهارده. في حاجه كمان؟ لا مفيش حاجه. دي اتش سي بي احنا هنا فيجن 6 كان اسم مختلف. سيبها 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 لان كده كده الدي اتش سي بي هنشرح. انا ممكن احط لك كوبي، احط لك كوبي. انا معلش ماشي 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 احط لك كوبي. حاضر من عيني. اهي 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 كوبي اهي كلها يا شباب. اي بي اهو اي بي فيرجن 6 ادرس اوتو كونفج ونشط داون. لسه الكلام ده هناخدها ان شاء الله بعدين. عملت الديفولت ستاتيك روت باستخدام الجيجا 0 على 1 ودخلت جوه الريب اس اس ان اي وحطيت جواه ايه ريديستريبيوت ستاتيك كده.